حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. اعتبر خبراء اقتصاديون أن الفساد الإداري في بعض المنافذ والمصارف المجازة ببيع الدولار أهم أسباب انخفاض قيمة الدينار، وأضاف الخبراء أن الحكومة لم تعمل على تبسيط إجراءات شراء الدولار من المنافذ الرسمية، ما أدى إلى استمرار الحوالات المالية عبر المكاتب غير المرخصة. وأشاروا إلى أن احتكار بعض الجهات للمنافذ الرسمية لبيع الدولار لصالحها نتيجة المتطلبات العديدة التي تفرضها الحكومة في عمليات البيع، وإن بعض المنافذ أصبح البيع فيها يتم عن طريق الرشاوى والهدايا من أجل إتمام عملية الشراء. قال رئيس ديوان رئاسة كردستان العراق فوزي حريري، قال إن السلطات في أربيل على تواصل مع تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في وقت سابق أنه لا يوجد مشكلة لدى بلاده في استلام النفط العراقية، منوها إلى أن مشكلة توقف تصدير النفط من داخل العراق هي قائمة بين الحكومتين في أربيل وبغداد. شهدت الأسواق المحلية في مدينة البصرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اللحوم والأسماك في وقت طالب فيه مربو المواشي والجزارون بالسماح بإدخال المواشي من بقية المحافظات من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار. ويواجه مربو المواشي والجزارون في البصرة صعوبات وصفوها بالمعقدة بعد قرارات الجهات الصحية والأمنية بمنع إدخال المواشي إلى المحافظة ومحاسبة المخالفين نظراً لانتشار مرض الحمى النزفية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسببت بارتفاع كبير في أسعار اللحوم إضافة إلى حرمان آلاف العوائل من مصادر رزقها. توقع باحثون بالشأن الاقتصادي أن يشهد الموسم المقبل معاناة في تأمين الحنطة أو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق بسبب شح المياه وجفاف العديد من الأنهار. وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لأول مرة بتاريخه متمثلاً بخمسة ملايين طن لا يعني استمرار إنتاج هذه الكمية بسبب التحديات التي يعانيها العراق. وأكدوا أن البلاد قد تواجه تحدياً جديداً لموسمها المقبل متمثلاً بشحة المياه المخصصة للأراضي التي تعتمد الري والتي تفوق نسبة 50% من مجموع الأراضي الزراعية. وفي خبرنا الأخير، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الرز ارتفاعاً جديداً على مستوى العالم في حال قررت الهند أن تفرض حظراً على تصدير هذه المادة الغذائية بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية. تناقش حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطة لحظر تصدير جميع أنواع الرز غير البسمتي، وفي حال حصول هذا السيناريو فإن الهند ستحظر 80% من جميع صادراتها من الرز. هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات عالية جديدة. وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ في وقت سابق إن الخطوة المحتملة من الهند تهدف إلى الحد من مخاطر ارتفاع التضخم في الهند خاصة قبيل الانتخابات المقبلة. والآن ننتقل وإياكم إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.